رضوان بوريان فاعل جمعوي وسياسي داخل مدينة فاس. اليوم حنا كنعطيو واحد الصورة نتاع التضامن والتكافل نتاع الشعب المغربي حبا في الراية الوطنية. حنا اليوم سيمانة وحنا خدامين على هذا الرايع، على هذا الفيديو هذا باش يخدم وباش الناس يتفرجوا في هذا المنتخب وباش تكون الفرحة نتاع الأطفال. هاد الأطفال اللي ما عندهمش مشاكل فين يتفرجوا اليوم قدرنا نوفروا لهم هذه الابتسامة. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى ولما لا ناخذوا كأس العالم إن شاء الله. والله الوطن الملك الحمد لله قدرنا ندخلوا القلوب هاد السكينة بالتضامن ديالنا معاهم والتكافل وكنفكروا فيهم لأنهم ولاد الشعب ما عندهمش فين يمشيو يتفرجوا. اليوم ربي سبحانه وتعالى قدرنا أننا نديروا لهم هاد التلفازة هادي ونديروا لهم هاد الفرحة هادي وهي ديما حب في الوطن. حنا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن ديما فداء الله الوطن الملك وديما المغرب وفيها المجال وعيش الملك وعيش المغاربة وديما الفوق وديما مغاربة وديما مواطن. تحياتي لسيدنا، تحياتي لسيدنا، الله يشافي ويعافي من الصحراء حتى للقويرة. المغرب أحسن دولة في العالم، في العالم، فرحونا ونشطونا. كما كتلاحظوا اليوم بحي زواغا عندنا عرس، اليوم عندنا عرس بحي زواغا وألف ألف مبروك للمغاربة قاطبة بجميع أنحاء العالم. المباراة اليوم كانت تحدي، كيف كانت تحدي بالنسبة لأسود الأطلس؟ كانت تحدي للشعب المغربي قاطبة، الشعب المغربي كان باغي يفرح والله سبحانه وتعالى ما حرموش من هذه الفرحة اليوم. وهذا هدف فوز المغرب يبقى تاريخي إن شاء الله، وتبارك الله على الشباب المغربي وتبارك الله على المغاربة كاملين فيما كانوا. الله ينصر سيدنا وتحية لسبوعة، سبوعة وبزاف فرحانة. احنا فرحانين وناشطين في المنتخب المغربي، كنفرحوا مع المنتخب المغربي وكنبغيو بونو وكنتمناو النهايه النهايه النهايه. والتحيه لوليد الركراكي، تحيه لوليد الركراكي هو وليداته. والله الا فرحونا اخوتي تبارك الله عليهم وديما مغرب. والله الا فرحونا اخوتي وحق الرب. تحيه لبونو، هو شوف هذاك هو كلشي ديالنا، الله يعمرها سلعه اللي خطا علينا الدراري ديالنا. ان شاء الله عندنا عام مربوحه، عندنا ان شاء الله مربوحه ونشوفكم حتى نتوما ان شاء الله. هو اصلا كنا واثقين منهم لانهم من البدايه الاولى بينوا لنا على التعب ديالهم، بينوا لنا على الجداره ديالهم وربحنا صراحه باستحقاق وجداره والحمد لله. كيف ما كتشوفوا ديما فرحانين ديما فرحانين. الله ينصر المغاربه وواحد البلاد، واحد البلاد في هذا الشيء هذه غيموتوا بالفقصه ديما مغرب. الحمد لله فزنا بهذه المباراه وان شاء الله البرتغال نعطيو لوالديها. خويا حنا راه مازال ما متيخينش، هذا الشيء راه بعد الفرحه راه ما متيخينش اخويا. واش هذا الشيء فري ولا ما كاينش؟ صراحه فرحانين بزاف، كنا بالضغط بزاف وديما مغرب وفرحونا بزاف في بلانتيات. صراحه تحيه لبونا، بون هو اللي فرحنا ما خلاتها كره الدو، صراحه فرحنا بزاف. نشكر الله سبحانه وتعالى اللي قدم لنا هذا الفوز وكره الحمد لله. وراه ديما داعي معكم امي وديما داعي معكم امهات المغرب. كيفاش تخسروا اصاحبي؟ ديما نصيري، ديما نصيري، هو كل شيء، هو كل شيء. صراحه كانت المقابله زوينه وتبارك الله عليهم اللي فخروا بالمغرب ديالنا والحمد لله. تبارك الله عليكم. راه
المباريات المغربيه فيما شفت هنا براسي. السلام عليكم، حنا فرحانين بهذا الغلب اللي غلبنا الصبليون. حنا مغاربه ابطال وغنبقاو ابطال الى الابد. المغرب فاتحه كما العالم. المقابله كانت زوينه صراحه، والمنتخب المغربي شرف بنا اليوم، وكانت نتيجه مزيانه الحمد لله للتاهل. ديما مغرب. المقابله كي جاتكم؟ واعره، لعبوا مزيان. فيف لو مغرب. ديما المغرب. فاس ديما المغرب. مبروك علينا. ديما المغرب. ديما المغرب. سيدي حنايا فرحانين هاد النهار هذا، ولفنا علينا زياش حكيمي المغرب، تحياتي للاذاعه. احسن مقابله في العالم، وكنتمناو نربحوا برتغال ولا سويسرا ان شاء الله بجوج لواحد ان شاء الله، وغنربحوا ونوصلوا للفينال مع البرازيل. بالنسبه للمنتخب لعب واحد المباراه رائعه بواحد الروح وطنية قبل من أي حاجة. كان الهدف ديالهم كيف العادة هو أنهم يرفعوا الراية المغربية عاليا بين دول العالم، وهذا فخر لنا. فوز كبير هذا، أن المغرب كيسحب من تحت بساط يعني المنتخب الإسباني يعني الحامل للقب. هذا فوز كبير، فوز مستحق، باش أن المنتخب يلعب لمدة ساعتين، ولو أننا خفنا من ضربات الحظ، ولكن الحمد لله لأن الله سبحانه وتعالى وفقهم، لأن هذا الشعب المغربي كان كينتظر الفرح، وأن فعلا الله سبحانه وتعالى قدر وما شاء فعل. ياسين بونو أنا كنشوف على أن يعني ذاك الأعصاب اللي يعني الشعب المغربي قاطبة سواء داخل المغرب ولا عبر بقاع العالم، وكيف كنشوفوا تحية للدول العربية قاطبة اللي شجعت معنا المنتخب، يعني ذاك الأعصاب اللي الشعب المغربي كيتفرج وهو بواحد يعني معصب، كيفاش يعني غيكون منتخب وطني حتى ياسين بونو يعني كيلعب للنتيجة، وفي نفس الوقت كيلعب باش يفرح شعب قدو قداش وملك البلاد. والدارك يعني كانت واحد الأخطاء في الشوط الأول اللي تم التدارك ديالها في الشوط الثاني، وعلى الإثر ديالها يعني استحق المنتخب الفوز. اليوم كان عندنا اكسبسيونيل أننا حضرنا المباراة في حي شعبي في عين السمن مع وليدات الشعب، اللي شنقول لك رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي كيمروا بها هذا يعني هذا الحي الشعبي، يعني واحد المنظر والله العلي العظيم إلى بكينا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.